3-7 الرئيس أذن بتشغيل المرحلة التالتة ألف اللي هم الأربع محطات من العتبة حتى الكتكات، تشغيل تجريبي بدون جمهور. وقلنا له يا فندم احنا في كل دول العالم بتاخد 6 شهور تشغيل تجريبي بدون جمهور، احنا اتفقنا مع الشركة وهنزود معدلات التنفيذ، بدل ما احنا بنشتغل وردية واحدة 8 ساعات هنشتغل ورديتين 16 ساعة وهناخد 3 شهور فقط. يعني يوم 13 يا فندم احنا هنكون جاهزين بتشغيل بالجمهور في 13 بعد 3 شهور من 3-7. هايل. طيب احنا زي ما وعدنا وزي ما بنوعد في كل وقت وفي اي مشروع، الحمد لله ربنا وفقنا بتوفيق من ربنا وعزيمة رجال وزارة النقل وكل المصريين اللي بيشتغلوا معانا والتحالف المصري المحترم اللي بيشتغل معانا، قدرنا ننجز مشروعنا في توقيته زي ما احنا وعدنا، وكنا جاهزين يوم 3-7 ان احنا نشغل بجمهور. عرضت على سيادة الرئيس وعرضت على دولة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء يوم الاربعاء، قلت لهم احنا جاهزين نشغل بالركاب من النهاردة. احنا صحيح عندنا يعني احتفال عظيم في قمة المناخ في 7-11 في شرم الشيخ الشهر القادم، وممكن نفتتحه وكل رؤساء العالم وكل الدنيا بتتفرج علينا عشان نفتتح المشروع ده اللي هو اصلا كهرباء اللي هو صديق للبيئه، يعني عشان كده هو طبعا وده موضوع مؤتمر المناخ ان هو نعمل حاجه كهرباء وكده. فسيادة الرئيس قال لي لا احنا ما بنعملش المشروعات يا كامل علشان الافتتاح، احنا بنعمل مشروعات عشان نسهل حياه اهالينا عشان نيسر انتقالات و فالرئيس قال لك مش مهم المؤتمر، مهم راحه الناس. فورا قال لي احنا بنعمل كده بالنص، احنا بنعمل المشروع علشان نسهل حياه اهالينا وعشان نيسرها، مش علشان نفتتحه في المؤتمر او غيره او نعمل مظاهر احتفاليه.